السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الخامس العلمي الأبطال الأعزاء الورود. رايدكم قارين الدروس بالتسلسل، لأن أهم فقرة عندي هو قراءة الدروس بالتسلسل، لأن الرياضيات شيء يعتمد على الشيء اللي بعده. هذا إذا تريد تضبط الرياضيات وتخليه بجيبك، سواء بأي مرحلة أنت، لازم تقرأ شيء ورا شيء وتعتمد على المعلومة القبل حتى تفيدك بعد. وهذا هو مبدأ الحياة. اليوم أنا أستفاد من أخطائي، راح تفيدني باكر، واليوم أستفاد من أخطائي اثنينهم يفيدني بعد باكر، وهكذا. يعني إذا واحد قال لك إيش تستفاد من الرياضيات، قل له والله أهم فقرة أنا أتعلم يومية، والشيء اللي يفيدني اليوم وأستفاد منه أكيد راح يفيدني باكر، وحتى اللي ما يفيدني اليوم هم راح يفيدني باكر، أو على الأقل عرفت إنه هذا الشيء ما يفيدني. فحبايبي المادة كلش حلوة وممتعة، بس أهم فقرة عندنا هو القراية بتركيز وبواهس، وإنه أنت جاي بالفعل جاي تريد تتعلم، ما جاي بس تريد تحل وأخلص من هاي المرحلة، جاي تتعلم. أنا وياك هي هاي المرحلة لازم تخلص منها، بس غير تخلص منها وأنت ضابطها، لأن هاي مو النهاية، لازم نحتاجها بالسادس العلمي. طيب حبايبي، اليوم إحنا راح نكمل حل الأمثلة والتمارين كلهم حول موضوعنا القياس الرئيسي للزاوية. راح أذكرك فقط اللي حكيناه بالدرس اللي فات، قلنا لك يا عيني الزاوية مالتنا لما تكون محصورة بين الصفر وبين التو باي. طبعا حبايبي التو باي هي نفسها 360، فالزاوية لما تكون محصورة بين الصفر وبين ال 360 هاي هنا نسميها قياس رئيسي. شو نسميها؟ قياس رئيس. ووضحت لكم أحبائي أنه الزاوية لما تعبر التو باي، أو حتى لو تساوي التو باي، فسميناها قياس غير رئيس للزاوية، واتفقنا نسميها الأنجل، الزاوية يعني. فالأنجل يعني الزاوية اللي تكون قياسها غير رئيس. ولما الزاوية تكون عندي بالسالب، هاي معناتها 100% الزاوية غير رئيسية، لذلك راح أسميها أيضا أنجل. هاي اتفقنا على هذا بالفيديو اللي سبق. زين، فأني طبعا مهمتي أنه أجعل الزاوية مالتي بين الصفر وبين التوباي بحيث تساوي الصفر أو أكبر من الصفر، بس ما تساوي التوباي. هاي هي المهمة مالتنا هنا. مهمتنا هو تصغير الزاوية أو تكبير الزاوية بحيث تصير بين الصفر وال 360. هو هذا اللي درسناه احنا. طبعا حبايبي اللي قلنا لكم اذا اقل من الصفر بالسالب فاني راح اضيف لها، واذا كانت بالموجب يعني كبيرة انقص من عدها. طالب سألني قال لي زين استاد، اني اجتني الزاوية قدامي، بس ما قدرت اميز اذا هي اكبر من التوباي لو لا، ما قدرت اميز للأسف. قلت له يابا ليش ما ميزت؟ قال استاذ مو الزاوية اللي اجتني ما اجتني 4 باي او 5 باي او 6 باي او 20 باي حتى اميز، اجتني الزاوية استاذ بهالشكل هذا، اجتني مثلا 7 باي على 2 مثلا. فقال لي استاذ هاي ما افتهم عليها اني، هسه اني ما اعرفها هي صايرة هنا لو طالعة برا، فرجاء استاذ فهمني هاي الزاوية مالتي هل هي قياس رئيس لو قياس غير رئيس؟ استاذ شلون اتشيك الزاوية؟ شلون افحصها؟ شلون اعرفها هي صايرة بين الصفر وال 360 لو عابرة؟ قلت له يابا هاي السالفة بسيطة، فاكو طريقتين على مود نعرف الزاوية مالتنا اذا هي رئيسية لو لا. قال الاستاذ بديني بالطريقة الاولى. شوف الطريقة الاولى تنزل السبعة كما هي وتيجي على الباي على 2 تعبر عنها ب90، تمام؟ تيجي تضربهم، الصفر ينزل، 7 في 9 63، اذا هاي الزاويه كلها على بعضها 630. ايش قد هاي الزاويه؟ 630. بضميرك ال 630 صايره بين الصفر وال 360؟ تقول لا استاذ وين، هاي عابره ال 360 بضعف يمكن. اذا بهالشكل هذا احنا ميزنا انه الزاويه مالتنا قياسها غير رئيس. زين استاذ افتهمت هاي الطريقه؟ ماكو طريقه ثانيه؟ بلي اكو طريقة ثانية، بحيث لا تروح تضرب ولا تقسم ولا هم يحزنون، مجرد تباوع الزاوية هيج تعرفها اذا هي ضمن
المنطقة هاي اللي أنا رايده لو خارج المنطقة. تقول لي بالله تلاحقنا بيها استاذ. شوف طريقة ثانية حبايبي شو تقول وسجلها يمك، يقول إذا كان البسط أكبر من ضعف المقام فالقياس غير رئيس. عيد استاذ ما افتهمت. ضعف المقام يعني المقام نضربه بمن؟ باثنين. إذا كان البسط 7 أكبر من ضعف المقام، ضعف المقام 4، ضعفه مو تربيعة، دير بالك مو تربيعة، ضعفه. إذا كان البسط أكبر من ضعف المقام هنا القياس غير رئيسي، وبالفعل هنا عندي 7 أكبر من ضعف المقام اللي هو 4، إذن هنا القياس غير رئيسي ويجب جعله قياسا رئيسيا. وتعالوا وياي الأول مثال عندنا، المثال اللي هو موجود بكتابكم، قال احسب ساين هاي الزاوية. يريدني احسب هاي الساين، عفوا الساين مال هاي الزاوية. قلت له عيني هل الزاوية مالتك اللي موجودة قياسها رئيسي؟ قال لا والله الزاوية بالسالب اقل من الصفر. قلت له خذها لعد، اخذها اخذها روح حول اياها القياس رئيس وتعال احسب لك عود الساين مالها تدلل. قال ليش ما تقدرون تحسبون الساين مالها لما تكون الزاوية غير رئيسية؟ قلت له لا لا اعذرنا، حتى لو نقدر هم نسوي لك اياها، تخلينا يا رئيسي وترجع. قال ولو هذا الشيء راح يتعبني بس اني مضطر. فراح اقولها يابا تعاي انزلي، فنزلتها والله وسميتها طبعا انجل اللي هي سالب 7 باي على اليمين على 2. استاذ شلون تحول لنا اياها القياس الرئيسي؟ القياس الرئيسي يعني ثيتا، تمام؟ هنا الزاويه بين الصفر والتوباي نسميها ثيتا، اكبر من التوباي اقل من الصفر نسميها انجل. زين كلش سهله، الزاويه مالتك الانجل باعتبارها بالسالب، فاني راح اضيف لها دورات 2k باي، اضيف لها. استاذ ايش قد اضيف لها؟ ما اعرف، يمكن اضيف لها 2 باي، يمكن اضيف لها 4 باي، يمكن اضيف لها 6 باي، يمكن اضيف لها 10 باي، ما اعرف. فراح انزلها للزاويه، اقول لها انزلي حتى اشوف ايش قد راح اضيف لك. سالب 7 باي على اليمين على 2. راح اضيف لهاي الزاويه حبايبي، ايش قد اضيف لها برايكم؟ تقولون لي استاذ عادي نضيف لها 2 باي وبعدين نشوفها. يعني شلون تشوفونها؟ استاذ اريد اضيف لها 2 باي اشوفها تتحول القياس رئيسي لو لا. تحولت اوكي هاي هي خلصنا، ما تحولت اضيف لها بعد 2 باي. والله انتوا تفهمون، هو هذا اللي اريد اوصل لكم اياه. يعني ضروري اني قبل اجيب لها عدد وقبل ادخلها هنا بهاي الفتره؟ لا، سويهن مرحلتين، سويهن 3 مراحل، وين المشكله؟ اهم شيء اني جاي افهم ايش جاي اسوي. فاني عرفت انه الزاويه مالتي غير رئيسيه وعرفتها انه هي اقل من الصفر، فاني جاي اريد اضيف لها فتشي. شوفوا اني هسه حاليا راح اعلمك طريقه، عجبتك عجبتك، ما عجبتك عادي كلش، حتى تعرف ايش قد تضيف لها بالضبط. اجي اقسم 7 على 2، ايش قد؟ استاذ 3.5. حلو، طبعا 3.5 أنا ما تفيدني، العدد الزوجي الأكبر من 3.5 منو؟ تقول لي 4، خلاص لعد روح وضيفوا لها 4 باي. ها استاذ يعني الزاوية مالتنا إذا سالب، إذا سالب ناخذ العدد الزوجي الأكبر انتو، والزاوية إذا موجب ناخذ العدد الزوجي الأقل. يعني أني اجي اقسم العدد 7 على 2، ايش قد؟ 3.5. اذا الزاويه مالتك بالسالب اخذ العدد الزوجي الاكبر من 3.5 اللي هو 4، واذا العدد موجب ناخذ الاقل. اوكي، مع هذا انت مو شرط تفهم هاي السالفه. تقول لي لعد شلون ضيف لها 2 باي بس؟ تقول لي استاذ مو اخاف تبقى بالسالب عود بعدها ضيف لها 2 باي النوب. والله هم صحيح، فافهم احسن لك حبيبي. تعالوا حبايبي حتى نوحد المقامات،
هاي بيناتهم جمع، لازم اوحد المقامات، راح اوحدهم على اليمين على اثنين. اثنين تقسيم اثنين واحد، واحد في سالب سبعة باي، سالب سبعة باي زائد اثنين تقسيم واحد، اثنين 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 في اربعة باي، ثمانية باي. اذا حبايبي موجب ثمانية باي وناقص سبعة باي اشارة الاكبر ونطرح، فيبقى عندنا باي على اثنين. اذا الزاوية مالتنا هسه تسعين. التسعين وين صايرة؟ تقول لي استاذ لا تقولها، التسعين نعرفها زين زين، هذا موقعها، التسعين هنا صايرة. الاكس مالتها صفر والواي مالتها واحد. الكوساين مال التسعين صفر والساين مال التسعين واحد. راح نرجع له نقول له يابا بالنسبة للزاوية اللي انطيتنا اياها اللي هي سالب سبعة باي على اثنين، قال ايش سويتوا؟ قلت له والله حولناها القياس رئيسي. قال ايش قد طلعت القياس الرئيسي مالها؟ قلت له طلعت باي على اثنين. قال حلو حلو، تعرفون ساين التسعين؟ قلت له شلون ما نعرفه، الساين هو الواي، فساين التسعين واحد. تلاحظون ايش قد بسيط؟ رايدك تفهم، افهم افهم افهم، يعني اهم فقرة عندنا الفهم. نيجي هسه على التمارين حبايبي، تمارين واحد أربعة، يعني أول تمارين بالفصل الرابع. جد القياسات الرئيسية، تلفهمتك القياسات الرئيسية بين الصفر والتوباي، أي لكل من الزوايا التي قياسها هالقد وهالقد، وهاي غير سؤال. باوعت على الزاوية، الحمد لله يا ربي لك الحمد لك الحمد، مطلب من عندي احسب الساين او الكوساين لهاي الزاويه، قلت له الحمد لله على مود كان صارت مرحلتين علي. هنا ايش رايد من عندي؟ رايد من عندي فقط فقط القياس الرئيس. قلت له بسيطه، باوعت عليها لقيتها 21 باي، يعني مبينه مبينه رايحه هيك 2 باي 4 باي 6 باي 8 باي 10 باي 21 باي واصله. قلت له بسيطه، هاي الانجل، الانجل ايش قد؟ 21 باي. هاي سهله، الثيتا مالتي اللي هي القياس الرئيس مجهول، راح اقول له يابا هنا الزاويه مالتك عابره بالموجب صايره، بالموجب اذا بالموجب شو اسوي لها؟ انقص منها 2 كي باي. دائما قلنا ننقص منها عدد زوجي. قلت له تعاي تعاي بلا زحمه، 21 باي ناقص 21 باي ايش قد ننقص منها؟ الاستاد شن حلينا هذا المثال بالدرس اللي فات؟ صح حلينا 21 باي، نقصنا من عدها 20 باي. ممنوع ننقص عدد فردي، ممنوع، يعني لازم لازم اللي تنقصه عدد زوجي، 2 باي 4 باي 6 باي 8 باي 10 باي. زين هي 21 باي، انقص منها دائما عدد زوجي 20 باي، فراح ترجع لي منه باي. قلت له هاي هي الباي بالفعل صايره هنا. حتى حبايبي الباي صفر، التسعين الباي على اثنين، الباي هنا الثلاثة باي على اثنين هنا. إذا رجعت وين؟ رجعت ضمن القياس الرئيسي، القياس الرئيسي اللي هم ذولي بين الصفر وال 360. تمام بسيطة، أعبر لي اللي بعد. فرع بي أمسح لو ما أمسح؟ يلا إذا احتاجينا نمسح. باوعت على الزاوية، قلت له الحمد لله يا ربي الحمد لله، هنا ما طالب من عندي احسب الساين مالها او الكوساين مالها. ليش صعبه عليك؟ مو صعبه علي بس تاخرني شويه، هنا بس يريد القياس الرئيس. زين هسه تاكدت انت من الزاويه مالتك؟ اخاف تطلع قياس رئيس وانت ما تدري. لا متاكد، الزاويه بالسالب. اي زاويه بالسالب؟ هاي ما اشك بيها لحظه انه هي قياس غير رئيس، زاويه بالسالب هنا صايره قبل الصفر، هاي بدون شك ما تقبل الشك، هاي القياس ماله شنو؟ غير رئيس. قلت لها عيني انت راح اسميك الانجل. قالت سميني شكوا بيها، هو اني بالفعل زاويه ما راح استحي. الثيتا اللي هي الزاويه الرئيس مجهول، صح صح. زين الثيتا تساوي الانجل، اضيف لها هاي بالسالب، لازم اضيف لها، اضيف لها 2k باي. تعاي والله بلا زحمه، سالب 15 باي على 2 ايش قد اضيف لك؟ ايش قد اضيف لك؟
كيفك ضيف لها 2 باي 2 باي 2 باي كيفك سويها 3 مراحل ما عندي اي مشكله. تقول لي زين لا لا اريدها مرحله واحده استاذ، اريد اضيف لها فد رقم بحيث مباشره اعبرها هنا. بسيطه تعالوا يا 15 تقسيم 2 استاذ، 15 تقسيم 2 7.5، 7.5 ناخذ العدد الزوجي الاكبر من 7.5 اللي هو منو 8، فراح نقول له لا عاد يا ابا زائد 8 باي. تمام هاي خلينا نمسحك، نوحد المقامات، مقامها 1 على 2، 2 على 2 واحد، 1 في سالب 15 سالب 15 باي، 2 على 1 2، 2 في 8 16 باي. زين الاثنين تنزل 16 باي ناقص 15 باي باي على 2. إذن القياس الرئيس للزاوية هاي هو باي على 2. تمام والله بسيطة وسهلة وما بها أي شيء. تعالوا حبايبي للسؤال الثاني، للسؤال الثاني طبعا لا تنسون طلابي تنضمون للقناة على التليجرام وتراسلوني إذا أي شغلة ما واضحة عندكم. السؤال الثاني يقول جد الأعداد الحقيقية. هنا طلب من عندي أحسب الساين مال هاي الزاوية، الكوساين مال هاي الزاوية، الكوساين مال هاي الزاوية. استاذ ترى سهلة لا تكبرها، سهلة سهلة إن شاء الله، بس خلونا نتأكد حبايبي إذا القياس رئيس لو مو رئيس. إجينا على أول مثال باوعت عليه الزاوية مالتي باي على 3، يا هاي باي على 3 مبينة 60، هنا صايرة 60 ناس 0 30 45 60، هاي ضمن اللي ضمن الدورة الأولى، ضمن اللفة الأولى، لفة لفة يعني هادي ربالك مو لفة غير شيء. إذن ضمن اللفة الأولى، إذن هاي قياس رئيس، ليش أروح أضيف لها أو أطرح منها؟ تقول لي هاي هي لعد أحسب الساين مالها، الستين الساين مالها طبعا الساين مال الثلاثين 1 على 2، مال الستين جذر 3 على 2، وهاي حكيت لكم ياها بالتفصيل بالفيديو الثاني، بحيث قلت لك شلون تعرف ساين أي زاوية وكوساين أي زاوية. أي زاوية يعني أي زاوية رئيسية، مو أي زاوية أي زاوية. إذا الزاوية غير رئيسية نرجعها، إحنا نسويها رئيسية. ركز وياي، جاي نحكي على القياس الرئيس للزاوية. تعال استاذ هاي شكلها غير رئيس، ايش ما ادريك والله شكلها كبير. لا 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 احنا ما نحكم هيك، احنا نيجي نتاكد. تعاي تعاي بلا زحمه عليك، تعاي اطلعي برا برا الكوساين اطلعي. فاجتي 19 باي على 6. شباب شو تقولون هاي قياس رئيس لو لا؟ استاذ عندنا طريقتين هسه، باي طريقه البسط أكبر من ضعف المقام؟ ضعف المقام، المقام عندنا 6 ضعف 12، البسط 19، يعني 19 أكبر من ضعف المقام، إذن القياس غير رئيس 100%. حلو، ما دام غير رئيس إذن لازم نلقى القياس الرئيس. القياس الرئيس ثيتا تساوي أنجل، نطرح لو نضيف. الأستاذ هي بالموجب وين نضيف؟ هي طالعة برا رايحة عبر ال 360، رجعها رجعها علينا. سهلة، راح أجي أقول له ناقص 2K باي، الأنجل 19 باي على 6 ناقص شقد. أنا وياك جاي أوضح لك إياها للمرة المليون، ما عندي أي مشكلة أطرح منها بالبداية 2 باي، بس إذا بقت خارج الأرباع الأربعة يعني خارج ال 360 أطرح منها بعد. تقول لي لا لا أستاذ علمني أطرح منها فد مرة فد مرة، أريد مرة واحدة أطرح منها ما أريد مرتين ثلاثة. يا إذا ما تريد مرتين ثلاثة قسم 19 تقسيم 6، 19 أقسمها على 6 بيها 3 وشوية، 3 وشوية، لأن ال 18 ال 18 لما نقسمها على 6 3 هاي 19 شوية أكبر من ال 3. زين استاذ شو نسوي؟ هسه هنا العدد موجب
ما ناخذ العدد الزوجي الأكبر من 3، ناخذ العدد الزوجي الأقل من 3. تقول لي استاذ الأقل من 3 2y، ماشي. هسه لو الزاوية عندي بالسالب كان أخذت العدد الزوجي الأكبر، بس الزاوية إذا بالموجب ناخذ العدد الزوجي الأقل، تمام؟ متفقين؟ أعيد، إذا الزاوية بالسالب ناخذ العدد الزوجي الأكبر، إذا الزاوية بالموجب ناخذ العدد الزوجي الأقل. مو نقسم إحنا، نقسم ناخذ العدد الزوجي. باعوا باعوا، خل أقسم لكم. 19 تقسيم 6، النتيجة 3 فاصلة شوية. أني مالي شغل بهاي الشوية، العدد إيش قد عندي؟ عندي عدد 3. أني ما أتعامل ويا الأعداد الفردية، أتعامل ويا الزوجي. الزوجي اللي بعده منه 4، واللي قبله منه 2. ما دام موجب إحنا ناخذ الزوجي اللي قبل، تمام؟ الأقل. نوحد المقامات على 6. 6 على 6 1، 1 في 19 باي 19 باي ناقص، سوري هنا عندنا 6 على 1 6، 6 في 2 12 باي. إذن 6 تنزل، 19 باي ناقص 12 باي 7 باي على 6. أوكي، هسه صار قياس رئيسي للزاوية. راح أجي أقول له يابا كوساين 19 باي على 6 هو نفس 7 باي على 6، تمام؟ شلون نحسب الكوساين مال هاي الزاوية؟ تقول لي استاذ أول شيء شوفنا ياها بيا ربع، لأن تعرف إحنا عندنا 4 4. أوكي ما عندي مشكلة، هاي 30، هاي 7، 7 في 30 صفر ينزل 3 في 7 21، 210. طبعا هاي بالدرس الثالث وضحت لكم شلون نعرف الزاوية بيا ربع، أتمنى قارين وياي، أتمنى، لأن أخذنا أمثلة هواية. فهاي بالربع الثالث، إذن الكوساين مالها سالب، لأن بالربع الثالث الكوساين قلنا سالب والساين سالب. الكوساين مال 30 جذر 3 على 2، الزاوية هي 30، باي على 6 هي 30، وهاي الرقم اللي انضرب بيها هذا دفعها إلنا من الربع الأول وصلها للربع الثالث، بس بقت 30. ترى الزاوية بقت 30، أتمنى يكون واضح، وإذا مو واضح قولوا لي ما عندنا أي مشكلة. الفرع الأخير يريد من عندي أحسب كوساين هاي الزاوية، هاي مبينة قياس غير رئيس. أستاذ شلون مبينة؟ لا لا، يعني هاي مبينة، هاي ما حد يغلط بيها، هذا حتى الطالب التعبان هم يغلط بيها، لأن هو يعرف 2 باي آخر زاوية، يعني العفو من 2 باي وفوق قياس غير رئيس، هاي 24 باي يعني عابرة كلش. إذن إيش راح نسوي؟ نيجي نحصل على القياس الرئيس. قياس الرئيس يساوي القياس غير الرئيس، هذا غير رئيس، أنقص من عنده 2k باي. شقد أنقص من عنده هنا؟ والله هنا العفو العفو دقيقة حبايبي، هنا 24 باي أنقص من عندها، أنقصها كلها، 24 باي كامل أنقصها، لأن يعني أنا من حقي أنقص دورات زوجية، خم أنقص 20، أنقص 20 يبقى عندي 4 باي، 4 باي هم برا، هم ورا 2 باي، أنقص من 22 باي يابا هم برا، تبقى 2 باي، إذن أنقصها كامل ترجع 0. أوه صفر قياس رئيس للزاوية، صح؟ راح أقول له عمي الكوساين مال 24 باي هو نفس كوساين الصفر، انتي نفسك الصفر. طيب الصفر وين صاير؟ وين صاير؟ هنا، صح؟ الصفر صاير هنا. الصفر شلون نحسب الكوساين ماله؟ تقول لي استاذ مو هاي كتبت لنا اياها انت بالبدايه، الصفر هنا، الكوساين ماله 1 والساين ماله 0. انا رايد كوساين الصفر 1، استاذ 1 كوساين الصفر 1. ها خلصت، اتمنى حبايبي تكونون فهمتوا الموضوع الاول بالفصل الرابع اللي هو القياس غير القياس الرئيس للزاويه، وعرفتوا شلون تحولون الزاويه اذا كان قياسها غير رئيس الى قياس رئيس. افهم افضل لك،
حتى تبقى المعلومات ببالك، ورجاءً اقرأ بالترتيب.